اما اليوم بالنسبه لداخل اليمن هذم خلال قال 15 يوم 20 يوم بالكثير وبيتحركون النقل الثاني، لانه اللي باليمن عادوا بنقطع لهم عبور، بيكون لهم عبور وكذا، فهمت كيف؟ باب جديد فتح لموت شباب اليمن عبر شرائك وسيطة تذهب بهم للموت في محارق الحرب الروسية الأوكرانية. ما عرف حتى الآن شركة تعمل من سلطنة عمان عبر سماسرة في المدن والمديريات اليمنية ومنها تعز. تواصل معي مجموعة من الأشخاص يخبرونني أن هناك من يغريهم بالذهاب إلى روسيا للتجنيد، وأن هناك مغريات كبيرة جداً، أقلها الحصول على راتب لا يقل عن 3000 دولار شهريا، والجنسية للوالدين والجميع أفراد الأسرة، بينما في الواقع أن الأشخاص الذين يتم قلبهم إلى روسيا يتم التعامل معهم كمرتزقة لا أقل ولا أكثر، لا ليس لهم أي حقوق على الإطلاق. شباب عاطل ومتروك من قبل دولته يذهبون للتوقيع على عقود مزورة وصورية حصلت قناة سهيل على نسخة منها، ويوعدون بالمزيد فور الاستشهاد حسب قول الوسطاء. في حالة واحد استشهد فيكون مستحقاته يصرفوا له 50,000 دولار ويكون راتبهم ساري مدى الحياة، تمام؟ بعد 3 شهور يا صديقي تقدر تطلب أسرتك يطلعوا لك زوجتك بنتك أم أهلك، تمام؟ بالنسبة لأبوك أمك قالوا تحت الوصاية الروسية، فهمتم كيف؟ أما من وصل إلى روسيا فقد حصلت قناة سهيل على تسجيلات لهم تفيد أنهم يصلون إلى غابة للتدريب بضعة أيام ثم إلى المعركة. على المعسكر سنان طوالي، المعسكر طوالي، أتهرب لا يمين ولا شمال، المطار 9 ساعات تمشاه، وسط المعسكر طوالي كلهم خايفين، سكتة في سكتة، يدخلوك المعسكر وش تشتغل؟ قالوا شركة. أول المعسكر ثاني زرقوك لا يمين ولا شمال. شباب اليمن أغلقت الحياة في وجوههم بسبب الحرب الممتدة ل10 سنوات، وعند فتح أي باب يندفعون إليه بلا تفكير ظنا منهم أنهم ذاهبون للبحث عن الحياة وهم يساقون إلى الموت. ولكي نعي ونعرف من يقف خلف هذا الاستدراج فقد حصلت قناة سهيل على فيديو متداول على أنها للمجندين وهم يودون رقصة الموت الأخيرة بداخل أحد المعسكرات قبل ذهابهم إلى المعركة، ولم يتسنى لنا التأكد من مصدره بعد.